حاليا انا موجود في شمال دوله بنين، والمناطق هذه لله الحمد يكثر فيها الاسلام والمسلمين، ومنتشر عندهم عاده من عشرات السنين، وما زالوا لله الحمد ملتزمين فيها. ازدالوا ولي فقالوا سلاما قال سلام قوم من انصروا. جميع الاطفال وجميع الشباب والبنات في المناطق هذه من بعد صلاه المغرب مباشره ولغايه الساعه 10 بالليل ينتشرون في الشوارع، في الساحات، في أي أماكن في إضاءة بسيطة يجتمعون فيها في حلقات تحفيظ قرآن يطلق عليها الخلاوي القرآني. القرآن كلما أقرأه أتلذذ وأجب سعادة، كلما يأتيني هم أو غم خلاص أنا أذهب إلى القرآن أجري فيه شفاء. كل هذول الأطفال، كل هذول المحفظين يجون هني بشكل يومي فقط لحفظ القرآن وتلاوته، ما في أي مقابل مالي أو مادي للأطفال ولا حتى للمحفظين. على الرغم من عدم وجود إضاءة وعدم وجود مصاحف، ما زالوا هؤلاء الأطفال يتجمعون ويحفظون القرآن من خلال الألواح القرآنية. اللوح هذا يكتب فيه آية قرآنية ويقعد يحفظها لمدة يوم أو يومين، وبعدها يجي للمحفظ يمسحها المحفظ ويعيد كتابة آية أخرى. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. التجمعات هذه والحلاوي هذه تخليك تتأمل وتستشعر أهمية حفظ القرآن وتلاوته. احنا بفضل رب العالمين موجود عندنا قرآن بكل موبايل وبأجود إضاءة، هني موجودين يتعنون بس عشان اللمبة الصغيرة ويقعدون يحفظون تحتها في لوح أصلا الخط فيه مواضع. احنا لله الحمد التليفونات كلها قرآن، المساجد فيها مئات بل آلاف المصاحف، ومع ذلك كلنا مقصرين بحفظ القرآن. أتمنى منكم جميعا بعد مشاهدة هذا المقطع أو بعد مشاهدة هذا المشهد تحرك فيكم المشاعر وترجعون إلى القرآن وتستشعرون فعلا أهمية حفظ القرآن وتلاوته.